14 واحد من قيادات مديري أمن مديريات الأمن في 28 يناير جرى ما جرى، تم محاكمة حضرتك مع 13 واحد تانيين مع عدد آخر من القيادات، والحمد لله الحكم الآن براءة، بات حكم محكمة النقد فأصبح الحكم بات. دور الإعلام في التسويق ضد وزارة الداخلية، ضد الشرطة، ضد رجال الشرطة، ضد قيادات الشرطة في هذه المرحلة، أثر عليكم الإعلام؟ هل الإعلام لعب دور في هذا الأمر ولا الإعلام كان بينقل ما يجري في الشارع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لازم أقول لحضرتك إن دي الفرصة الأولى اللي بتتاح ليا من 7 سنين إن أنا أقدر أظهر إعلاميا وأخاطب الرأي العام في الشارع من خلال قناة فضائية. فالشكر واجب لحضرتك إن أنت منحتني الفرصة دي، وأنا بعتبرها فرصة أيضا عشان أرد على بعض الإعلاميين اللي بيتساءلوا النهاردة بعد 7 سنين مين اللي قتل المتظاهرين. هذا حقه، من يتساءل ده حقه، قد يكون إنسان مغيب مش عايش معانا مش عارف اللي بيحصل في البلد إيه، في حقه إنه يسأل، وواجبي إن أنا أجاوب، وأنا جاي عشان أجاوب عليه النهاردة وأقول له مين اللي قتل المتظاهرين في أحداث يناير. بس كنت أتمنى هو بيسأل مين اللي قتل المتظاهرين في أحداث يناير يسأل كمان ويقول مين اللي قتل الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة من أحداث يناير لغاية النهاردة، عشان يبقى منطقي في سؤاله. مدام راجل بيتساءل وعايز يعرف الحقيقة فين يسأل هنا ويسأل هنا. وعايز أعقب في البداية برضه على كلام حضرتك، أحكام نهائية وبتة وحيثيات الحكم عندي أهم من الحكم في حد ذاته، لأن من الممكن كان يبقى الحكم نهائي وبات بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو ما قدروش يقيموا علينا الدليل، إنما الحكم لعدم ارتكابنا الفعل، وده اللي رهنت عليه من البداية. وبقيت أقول لأهلي اطمنوا ما تقلقوش، أنا واثق من نفسي وواثق من القضاء المصري، وأنا بوعدكم إن شاء الله البراءة بتاعتي هتبقى لعدم ارتكاب الفعل، لأن إحنا أحيانا بنمسك تاجر المخدرات ومعاه المخدرات وياخد براءة، البراءة بتاعته مش دليل إنه مش تاجر مخدرات، البراءة بتاعته إن أنا كان محضري ضعيف، ما أقمتش عليه الدليل، ما خدش إذن من النيابة عفو الإجراءات، إنما براءتنا لعدم ارتكاب الفعل. وانا بقول لحضرتك انا واحد من 14 واحد من خيرة قيادات الداخلية، وزي ما قلت ودايما بقول انا اقلهم خبرة واقلهم ادارة، شاءت ظروفنا بس ان احنا نبقى مديرين امن يوم 28 يناير. لو واحد فينا كان عيان في اليوم ده ومنزلش مكتبه كان زمانه بيشغل منصب تنفيذ النهاردة على اعلى مستوى، انا مجرد بس ظروفنا انها كانت يوم 28 مديرين امن. تعرضنا لحملة ظالمة جدا، امتدت الحملة دي لأسرتي في البيت لعيلتي. وعلى فكرة أنا ما كانش هممني يا أحمد بيه قضية قتل المتظاهرين، لأن طالما راحت للقضاء لازم هيفصل في يوم من الأيام إذا قال الراجل ده بريء فالحكم عنوان الحقيقة. إنما إذا قال بقى أنا مدان لو وقفت على مبنى جامع وقعدت أحلف والله ما عملت برضو محدش هيصدق عنوان الحقيقة. فقلت طب القضاء هنا يقول كلمته، انما ما اللي كان بيقتلنا بقى كلنا الحرب الشعواء في الفضائيات بالليل وهي عماله تقول مديرين الامن الحراميه، مديرين الامن اللي استغلوا البلد، مديرين الامن اللي واخدين اراضي مش عارف فين وفيلل فين وشقق فين، ده اقل واحد فيهم مرتبه نص مليون جنيه. انا ابتديت اشك، هو انا مش كنت مدير امن؟ ده انا كنت مدير امن الثاني عاصمه بعد القاهره. المفروض يعني اذا كان قصة نص مليون دي طب خلينا انا ربع مليون مثلا يعني. طب انا ما تحكمتش